بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أنكر نبي الله موسى عليه السلام، أنكر على فرعون منته اللي تفاخر بيها على موسى أمام الحاضرين، لما رحلوا سيدنا موسى إلى القصر بعد غياب حوالي 10 سنوات، وبدأ أنه يتكلم معاه ويبلغه رسالة ربه. بدأ فرعون أنه يمن على سيدنا موسى أنه هو كبره ورعاه ورباه في قصره، حتى أصبح بعد كده أمير القصر وابن فرعون بالتبني. فاعترض سيدنا موسى على ما قاله فرعون، ورد عليه موسى إنه بما معنى إنه كيف تمن علي بإحسانك وإنت استعبدت قومي وجعلتهم عبيد وخدم عندك. عايز يقول له أنا ضحية من ضحاياك، لأنه لولا تذبيحك وقتلك لبني إسرائيل لتربيت مع أسرتي وما ألقت أمي بي في اليم، فأنت أحسنت إلي في مقابل إساءتك إلى بني إسرائيل. وزي ما جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ونخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، إن سيدنا موسى عليه السلام بيذكر هذا الكلام لفرعون في بلاط فرعون، في قصر فرعون، وده موقف مش سهل على قلب سيدنا موسى عليه السلام ولا على قلب أخيه هارون عليهما السلام. لذلك أمر ولا تنيا في ذكري، موقف شديد جدا. كل ده أرسل به سيدنا موسى عشان يبلغ فرعون وعشان يستنقذ، من أجل أن يستنقذ بني إسرائيل. وشوف بعد كده ماذا سيصنع هؤلاء بنبيه. التكذيب مش من فرعون بس، وكان من غالبية بني إسرائيل بعد ذلك. بننبه إلى هذه النقاط ضروري عشان إحنا بنفهم وكذب موسى، بنفهم وكذب موسى من خلال استقراء واستحضار قصة نبي الله موسى عليه السلام
في القرآن الكريم كله عشان نشوف كيف كذب موسى عليه السلام. بعد كده بدأ فرعون في تغيير الموضوع في الحوار بتاعه مع سيدنا موسى، وده تحسه من السياق الآيات اللي جت توصف هذا المشهد. فبدأ فرعون يسأل موسى عما أرسل به، قال فرعون وما رب العالمين؟ فرد عليه موسى عليه السلام بثبات ويقين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأجابوا سيدنا موسى بهذه الإجابة اللي هي إجابة حاسمة قوية، يعني فقد بها فرعون كل حاجة كان بيدعيها وبيزعمها لنفسه من كونه إنه هو ربهم الأعلى، وما قدرش يرد على سيدنا موسى ولا بكلمة واحدة. وكذلك بهت جميع الحاضرين، وتضاءل فرعون جدا في أعينهم جميعا، وظهر قدام الحضور بعجزه الشديد أمام ما قاله موسى عليه السلام. أما سيدنا موسى عليه السلام فكان يذكر الله بقلبه ولسانه، وكذلك معه أخوه هارون، لأن احنا لو فاكرين سيدنا موسى في صحراء سيناء، سينائنا المصرية المباركة، سأل الله تعالى إنه سأل النبوة لسيدنا هارون عشان يكون معاه وعشان يشد من أزره وعشان يعاونه في أمر إبلاغ الرسالة، لأنه أمر فرعون مش بالأمر اليسير ولا الهين. فالاتنين في هذا الموقف كانا يكثران من ذكر الله تعالى، وهما يقفان بقوة وثبات وبيتكلموا بحجة شديدة لا أحد يجرؤ على مقاومتهما. وحين اندكت حجة فرعون التفت إلى أتباعه فرعون من الوزراء والأمراء الحاشية بتوعه اللي في البلاط الفرعوني عشان يستعين بيهم على التقليل من شأن سيدنا موسى حاشاه عليه السلام. فقال فرعون، هو دلوقتي فرعون ما عندوش حجة، وسيدنا موسى بيقول له، لما فرعون بيقول له وما رب العالمين، فقال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فطبعا فرعون هيرد يقول إيه، فيبتدي بقى لأنه أهل باطل مش أهل حق، هيعمل إيه؟ يبتدي يتعاون مع الملأ في إن هم يسخروا من سيدنا موسى. فقال فرعون متهكما هازئا يريد إنه ينتقص ويقلل من كلام موسى عليه السلام اللي أذهل به الجميع. فقال فرعون له كما قص علينا القرآن الكريم، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ مش سامعين اللي هو بيقوله ده؟ شايفين موسى بيقول إيه؟ سامعين بيقول إيه؟ وبيقولها بأسلوب فيه سخرية، وإنت تقدر تشوف المشهد قدام عينك كأنه كده مشهد إنت بتشوفه من خلال ما قصته علينا سورة الشعراء في مشهد اللي رسمت مشاهد هذا اللقاء الخطير بين سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وبين فرعون. طبعا فرعون استعان بالملأ والحشفة والبلاط بتاعه الفرعوني، وما أدرانا كيف كان هذا البلاط وكيف كانت هذه الحاشية الكبيرة والعظيمة. لم يستطيعوا أن يعينوه ولم يمتلكوا حتى جواب إن هم يقدروا يردوا على ما قاله موسى، ولا عرفوا حتى يردوا على اللي قاله فرعون ليهم ألا تستمعون. وصارع سيدنا موسى ونطق بما هو أشد بمنتهى الجرأة والقوة، وقال كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء. مستمر سيدنا موسى في سوق الحجة تلو الحجة دون التفات للتفاهات اللي كانت بتتعمل. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الأول قال لهم ده رب السماوات والأرض، بيلفتهم لآية الأكوان، آية الكون قدامهم، الآيات المنظورة اللي تستدعي أي عاقل بيفكر فيها إلى الوصول إلى الخالق العظيم الذي خلق وأبدع. فهو بيحاول يسحب القلوب والعقول، يلفت النظر إلى الآيات الكونية كي يعقلها هؤلاء الغافلين. بدأ بعد كده يقول لهم
هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم أنتم كمان وأبائكم وأجدادكم، فهو خالق الكون وخالق الإنسان وخالق كل شيء. ها هو نبي الله موسى يعرف الجميع كما قص علينا القرآن الكريم، يعرف الجميع بربهم الحقيقي الله تعالى جل جلاله، الله الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحق الذي خلق كل شيء وأمد كل شيء بأسباب البقاء. فمن هذا الذي يدعي لنفسه الربوبية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قاله سيدنا موسى ده خلع بيه ما كان يزعمه فرعون لنفسه، كأنه خلع عن فرعون حالة إنه كما كان يقول أنا ربكم الأعلى، فنزعوا من حالة دعاء الربوبية. وعشان كده طبعا محدش كان يجرؤ يقول كده لفرعون، دهش نفسه فرعون من اللي قاله موسى، حتى جميع الحضور من الحاشية، لأنه اعتبرها طبعا كانت جرأة شديدة، والجرأة دي في حد ذاتها خلت إن فرعون يتضاءل في أعين الحضور جميعا، حتى إنه كاد فرعون يفقد أصحابه، يفقد أعصابه. وبعد كده بدأ يقول للملأ حوله ساخرا متهكما، بدأت الوتيرة في الحوار تشتد. الأول قال لهم ألا تستمعون بطريقة فيها سخرية، إيه اللي هو بيقوله ده يعني؟ وبعد كده بدأ يعلي الأمر في إنه يتهكم على سيدنا موسى ويسخر من سيدنا موسى. طب رد على سيدنا موسى، بتسخر ليه وتتهكم ليه؟ وهو طبعا فرعون في هذا المقام كان بيحاول إنه يكتم غيظه وغضبه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استغل فرعون إن سيدنا موسى عليه السلام بيكلم فرعون وبيكلم الملأ بتاع فرعون أتباعه، فنسبه رسولا إليهم، يعني وهو يسخر من سيدنا موسى أمامهم، يعني كأن موسى جاي رسول ليهم هم، هو مش جاي رسول ليه هو، يعني كأن موسى لم يرسل إليه ومعاه سيدنا هارون، إنما هو أرسل إلى الملأ. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هكذا سخر أو سخر فرعون من موسى عليه السلام، وأراد إنه زي ما نقول كده بيلعب بالكلام، لا هو مش جاي لي أنا، هو جاي لكم أنتوا، لأنه مش ما عندوش حجة يرد. لكن في الحقيقة سيدنا موسى ما جاء ليسمع سخرية، وما جاء يجادل هازئا، ولا إنه يرد بسخرية، ولا إنه يسخر من أحد، لأن يعني هذه هي أو هذا الحال هو حال أهل الحق. أهل الحق ليست هذه طريقته. أهل الحق صاحب الحق له سلطان بمقاله وبفعله، مش محتاج يسخر من حد، مش محتاج يقلل من قيمة حد. اللي بيعمل كده دي طريقة مين؟ أهل الباطل، دي طريقتهم، يسخر منك وانت بتتكلم، يتريق على حد هو مختلف معاه مش عاجبه، يبتدي يأوله كلام، يبتدي يتقول عليه أشياء، يسخر من شكله، يسخر من أسلوبه. طب انت لو مختلف معاه، لأنه الاختلاف سنة بشرية، حتى أبناء الجيل الواحد بيختلف، حتى أبناء البيت الواحد بيختلف، وليس من آداب الخلاف والاختلاف إن احنا يسخر بعضنا من بعض. فسيدنا موسى، لأنه طبعا إذا كان لدى الإنسان حجة ولدى الإنسان برهان ولدى الإنسان دليل، فلا يحتاج ليهزأ، فلا يحتاج لأن يهزأ بأحد، ولا لأن يسخر بأحد، ولا يحتاج إلى أن يهين من أمامه أو أنه يقلل من شأنه، لأنه صاحب الحق صاحب حجة، صاحب دليل، صاحب الحق جاد المقصد، منضبط الحديث. وسيدنا موسى عليه السلام رسول كريم، مبلغ جاد، صاحب رسالة، لم يكترث لرد فرعون الهازئ به، بل عاد وركز في حواره الجريء مع فرعون وملئه. سيدنا موسى مشغول بالقضية بتاعته، مش مشغول بتفاهات لتعترض، ليلتفت إلى التفاهات فتعترض تركيزه في إبلاغ الحق وتوصيفه
والتأكيد عليه بأكثر من عبارة، فقال له موسى وهو يمسك بعصاه بشدة وقوة، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، أمعن سيدنا موسى في التركيز على ما أرسل به، لم يعبأ بسخرية فرعون، حتى لما اتهم فرعون موسى بالجنون كأنه ما قالش حاجة قدام سيدنا موسى، كأنه لم يقل شيئا، لم يقل شيئا بالنسبة لسيدنا موسى، وسيدنا موسى كمل توصيفه وشرحه وبيانه، أكمل موسى ما أرسل به من عند ربي أو من أجله. وده واضح جدا جدا في سياق سورة الشعراء اللي بتحكي هذا المشهد وتفاصيل هذا اللقاء بدقة بالغة. شوف فرعون بيتهم موسى بالجنون، وشوف رد سيدنا موسى عليه إيه. يعني هو بيقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ده كلام فرعون. سيدنا موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، ده بيقول إيه وسيدنا موسى بيقول إيه. سيدنا موسى ماض في الحق الذي يبلغه ويبينه ويوضحه، ودايما أصحاب الحق كده لا يلتفتون. دايما أهل العرفان وأهل الله كانوا يعلمونا ويقولوا الملتفت لا يصل. يعني الإنسان هو في طريقه ماض يبلغ الحق، يؤدي الحق، يقوم بالحق، هيعترض أشياء كثيرة، لأن إحنا في الحياة الدنيا. يقول لك ملتفت لا يصل، لو التفت للترهات والتفاهات مش هيوصل للهدف اللي هو نفسه يوصل إليه. فتتعلم ده من قصة سيدنا موسى عليه السلام. فرعون بيستفزه ويسخر منه، فيقول لقومه ألا تستمعون ويتريق عليه، وبعد كده يوصفه بأنه يسخر منه ويتهمه بالسحر ويتهمه بأشياء كثيرة، وسيدنا موسى مواصل بيان الحق، مشغول بالمهمة بتاعته، لا يشغل باله سخرية الساخرين ولا يعبأ بما كيف ينظرون إليه، كل همه في المهمة اللي هو عاوز يؤديها قدر طاقته على أكمل وجه. لذلك استمر سيدنا موسى وكأنه مش سامع فرعون بيقول إيه. ثبات سيدنا موسى بهذا الوضع وقوة الحجة انهار أمام هذا الحق الذي جاء به موسى، انهارت كل حجج فرعون الباطلة، ولم يبقى أمام فرعون إلا إنه يشهر بقى السلاح الأخير بتاعه والسلاح الوحيد اللي هو البطش والتهديد. فهدد موسى وتوعده بالبطش، وتوعده بالبطش وبالسجن، وقال له قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ده تهديد مباشر كده، الحوار بلغ أقصى ذروة من بداية التهكم إلى السخرية المباشرة إلى التهديد بالسجن، لو إن موسى عبد إله آخر هكذا كما قال فرعون. وكان فرعون بيسجن خصومه في بئر عميقة جدا مظلمة لا يبصر المسجون فيها ولا يسمع أحدا حتى يموت، وكان سجنه ده بالصورة دي أشد من القتل نفسه. ومع ذلك ظل نبي الله موسى عليه السلام متماسك هو وسيدنا هارون أمام تهديد فرعون له بالسجن، وصدق ربنا وكذب موسى، صدق الله العظيم. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن والقناة الأولى المصرية والقناة الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. ننوه سريعا على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة،
بنستقبل الأسئلة على الصفحة، بنجاوب في اليوم المخصص للرد على الأسئلة، وهو يوم الأربع من كل أسبوع بنجاوب على الأسئلة اللي بتجينا على الصفحة، وكمان بنعرض فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. إحنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، بناخد أسئلة حضراتكم على الشاشة قدر الطاقة، بناخد أكبر كم من الأسئلة وقدر الطاقة، يعني بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، والتلاوة فيه برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. سريعا لأن النهاردة الوقت مش كتير. ست أم أشرقت، اهلا يا فندم. اهلا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بك يا استاذه، يا ست ام اشرقت. ايوه انا بتشرف بحضرتك. انا كان نفسي والله بقالي كتير عماله اطلب فحضرتك. طبعا الدنيا الحمد لله. معلش حبيبتي، احنا الشرف لينا ست ام اشرقت. لا شرف لينا، شرف ليا طبعا. فضلي حضرتك. فضلي. بصي سريعا حضرتك، هو المشكله كبيره بس انا يعني هخلص لك يعني عشان الوقت النهارده مش كفايه. ايوه تمام. بصي حضرتك، انا اختي بقالنا يعتبر سنه من شهر 2 اللي عدى لشهر 2 ان شاء الله نعيش ندور، ده بقالنا سنه ما بنشوفهاش. سنه ما بتشوفوهاش؟ ايه ما بنشوفهاش خالص، ولا مامتها ولا باباها اللي هو والدتي ووالدي. ففي كان في مشاكل حصلت جامده جدا مع جوزها. جت قعدت عندنا عندي انا واختي 3 شهور، وبعد كده حصل رجعت، يعني رجعت، بس جوزها دوت غلط فيا وفي امي وفي ابويا وفي اخويا واختي. اختي حتى بالمناسبه ارمله، غلط فيها غلط في عرضي وفي عرضها يعني. فاحنا دلوقتي ماما وبابا، انا عايزه بس اعرف عليهم ذنب ولا لا. بابا وماما على طول بيدعوا عليه، انا عن نفسي، انا باديه برضك عليه. انا عايزه اعرف يبقى في ذنب على امي وابويا وعليا ولا لا، عشان حرمها مننا، وهي مره واحده كده لقيناها ما بتكلمناش وبعيده عننا، ما نعرفش ايه برضك السبب. هي مامته برضك وحشه جدا جدا، فانا مش هينفع، وحشه في حاجات ثانيه ما ينفعش اقولها طبعا. فانا مش عارفه بابا وماما على طول يعني بتدعوا. تمام ماشي يا ست ام اشرق، ده السؤال. في اسئله ثانيه؟ في. طيب ست ام حسن، ازيك يا دكتوره؟ عاملاها؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. خليكي، انا زنيت عليكي قبل كده يا دكتوره وقلت لك معايا ولد عنده دموع في العضلات. ايوه اهلا وسهلا، معلش عشان المتصلين كسر. ماشي معلش، بس السؤال بتاعي ان انا ما لحقتش اقول لك المره اللي فاتت ان كان في جيه قبل كده شيخ، يعني ما جيزه اللي بيقولوا شيوخ دول اللي بيعرفوا اللي كانوا من، قال لي هو كان هيقول لاختي، قال بنتك هتختفي او مش عارفه هيحصل لها ايه. انا قلت لها ده كلام فاضي والكلام من ده، هو والاذكار هي اللي احسن حاجه وكده. المهم ما هو ما راح قعد معايا، او قال لي انا قال الاول لما شفتك وبصيت في عينك عرفت ان ولدك ميت زعلان منك. طبعا اول ما هو كده قلت له طب زعلان مني ازاي؟ وابنك ده كام سنه؟ 13 سنه اللي قلت لك عنده دموع في العضلات وتوسع. اللي انت كنت زعلانه ما بترضيش تقعديه قدام البيت خايفه. أيوة. افتكرت. أيوة. السؤال. وبعد كده قال لي انت ايوه. هو لما النهارده يقول لك ان ابنك زعلان منك، يعني ده هيفيد بايه؟ طب هو فعلا ممكن ان هو يعرف حاجه زي كده؟ لا ما يعرفش حاجه كده، وانا مش مؤمن، انا عندي عقل افكر. وهو ده لو الانسان ده مستقيم ينفع يقول لك كده؟ يا ست ام حسن، انت كان ضميرك تاذي الشاب ده، ابنك ده؟ طيب عشان ناخد سؤال كمان كده سريعا. طيب ناخد فرح، معلش يا استاذ ابراهيم يعني عشان ما ناثرش مع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا يا استاذه فرح، اتفضلي فرح. انا سؤالي ايه حكم الام اللي بتدعي على ابنها؟ يعني انا حماتي دعت على ابنها والدعوه اتحققت، وكانت حياتي اتدمرت، وقالت ربنا مش هيبارك لك في ولادك ولا بيتك ولا اي حاجه. انتوا كنتوا بتضايقوها؟ هي طبعا ده مش صح، الواحد يدعي على نفسه ولا على اولاده، لكن انتوا كنتوا ضايقتوها، هو ضايقها. هو ظالم وهي ظالمه. انا اللي لطيف. حصل اللي انا لطيف. اللي بيتي انا اللي اتدمر، انا اللي بيتي اللي اتدمر، وولادي، لما فيش كوت يمنا، ما عدناش لاقيين كوت يمنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بس في سؤال تاني، يعني إيه وعلى نيتكم ترزقون؟ أنا نيتي كويسة والحمد لله، بتمنى خير لكل الناس. اصبري وما ما تستسلميش للوساوس بقى، اصبري، احنا في دار امتحان، ما جاليش امتحان هيبقى في صورة كده، هيجي لي في صورة تانية، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنطلع الفاصل وهبدأ إن شاء الله بعد الفاصل نرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اللهم سهلا بحضراتكم. ست أم أشرقت بتسأل، كان في خلافات مع زوج الأخت، حرم أختهم أنها أو أختها أنها تزورهم أو أنها تشوف والدها ووالدتها، ويبدو يا أم أشرقت بسبب أن أنتوا احتجزتوها 3 شهور عندكم، فهو بقى إيه يعني بيرد الأمر ده للأسف يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هل ندعي عليه؟ الأب والأم بيدعوا عليه وأنت كمان بتدعي عليه. يا سيدتي الفاضلة، الدعاء عبادة عظيمة، ولهذه العبادة آداب، ومن أهم شيء في مسألة هذه العبادة أو في عبادة الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء. الله تعالى علمنا وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طب أنا هعتدي إزاي؟ ده ظالمني. أيوة، ما أنا ممكن بقى أقعد أجود في الدعاء بقى، وده عمل وده سوى ويا رب انتقم منه ويا رب. فنخشى أن يكون في هذا الدعاء اعتداء، أنا ليا حق أقوم أزودها أنا بقى في الدعاء، أحبش بقى الدعاء بكل الطلبات اللي خلاص ما تخليلوش نفس في الدنيا، فأكون عديت خط الحق اللي ليا فأعتدي. فالإنسان مش ساعة الغضب ما بيقدرش يضبط نفسه. فيكفينا ويكفيك ويكفي الناس أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل. وبدل لما ندعي عليه النهاردة وبعدين أخلاقه تسوء أكتر مع أختكم ويمنع أختكم منكم أكتر، إحنا ليه بنستعمل سلاح الدعاء غلط؟ ما هو يسوء ومش عنده ولاد من أختك دي؟ في ولاد لما يجرى له حاجة النهاردة، هل ده هيبقى كويس في حق الأولاد؟ ولا لما ربنا يهديه كده ويصلح حاله يكون في حق كويس، في حق اختكم وفي حق الاولاد وفي حقكم انتوا كمان؟ فبدل ما ندعي عليه ندعي له، بلاش ندعي عليه، يا رب اهديه واصلح حاله، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا. واللي انا مش حتى حافظ الدباجات دي كده ادعو بقل ادعو واقول ما اشاء، كما ندعيش على بعض. وهنكمل الرد على الاعتداء في الدعاء. السؤال الثاني، الست أم حسن اللي جالها الشيخ وما قال لأختها بنتك هتختفي، ده بيلعب بيكو، لا يعلم الغيب إلا الله. ولو كان في اللي انت ده يعني بين قوسين كده، وما نقدرش نقول انه شيخ بالمفهوم المصري لكلمة الشيخ، يعني انه عالم او هذا الذي يدعي انه بيعرف الغيب، لو كان هذا على خير ما قال الذي قاله لكم، ما قال الذي قاله لك بانك انت اسات الى هذا الابن اللي كان عنده ضمور. والسائله الكريمه دي حضرتك سالتيني قبل كده، اللي عنده ضمور وقلتي الولاد لما كنت بقعدوا على الكرسي قدام البيت يسخروا منه ويهزقوه ويتطاولوا عليه للاسف، فكنت بتاخديه عشان تدخليه جوه عشان ما يؤذوش هذا الصبي، وكنت بتقولي انا كنت بحسه عايز يخرج وكنت بدخله، يعني انت كان غرضك اساسا خير، ممكن تكوني زودتيها شويه لكن الغرض بتاعك ايه؟ الله سبحانه وتعالى اعلم بما يدور في نفوسنا. وده الحمد لله انه ربنا يعني سبحانه وتعالى يعني يعلم السر واخفى من السر، ما يدور في خلد الانسان وما في قلب الانسان، لانه ده في رحمه كبيره لينا من اخطاء نكون وقعنا فيها بالجوارح لكن القلوب يعني ما كانتش تقصد ده. فاستغفر الله وابعدوا عن الناس دي، ونقرأ وزي ما انت قلت لها التحصينات، ومش محتاجة ان انا اروح ولا اكلم سين ولا اكلم صاد. القرآن ما خلاش لحد سلطان علينا، احنا كده على طول ادعوني استجب لكم. فبسأل الله دعاء طلب، دعاء ذكر، دعاء رجاء على طول. وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قالش قل لهم يا أيها النبي الكريم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ده حتى الآية دي في القرآن كله، أدعية كل الآيات اللي جت فيها سؤال وجواب،
يسألونك ماذا ينفقون قل كذا، يسألونك عن الخمر والميسر قل، أي قل أيها الرسول الكريم. الآية الوحيدة اللي جت سؤال وإجابة مباشرة عشان تشعر الذي يلجأ إلى مولاه بالدعاء بالقرب الشديد، أنت اللي بعيد بقى قرب وادعي وسل الله من خير الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والفاء للسرعة، وما قالش فقل لهم، ما فيش وسطات مني على طول، أول ما تكلم أول ما ده مش قبل ما تكلم وأنا بذكره بقلبي خلاص أنا في الحضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والمخلصين المجيدين المفتوح ليهم في هذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء. نكرر من خلال سؤال ستة فرح وهو السؤال الأخير اللي معانا، الحكم الأم اللي بتدعي على ابنها مصيبة سودة، أم تدعي على ابنها، أب يدعي على ابنه، يعني ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإحنا بنصوم ونصلي ونعمل عكس اللي إحنا بنؤمر به؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم، ده حتى في النص، ولا على خدمكم، ينرفزك اللي بيساعدك في البيت الخادم يعصبك ولا تعصبك فتقومي على طول ربنا كذا روحي ربنا مش عارف، لا 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 لا، نتعلم إنسان يمسك لسان. أنا ممكن أحط ابني في مصيبة ولا بنتي في مصيبة بسبب الدعاء أو أي إنسان فأظلم وتبقى مظلمة كبيرة، والظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوجه النفوس إلا حتسور وتغضب من ولد ولا عيل عندي بربيه ولا خادم بيساعدني ولا متضايق من نفسي حصل حاجة فأمده، فالنبي قال ولا تدعي على نفسك ولا على أولادك ولا على خدمك ولا على مالك، لكن على المؤمن أنه يتسلح بالصبر والدعاء. نعمة سلاح المؤمن، نعمة سلاح المؤمن الصبر والدعاء والالتجاء، حسن الالتجاء إلى الله تعالى. واعرف ان انت وانت في قلب الامتحان والابتلاء، انت في امتحان يا ست فرح، وانا انتظار الفرج ده عبادة كبيرة، انتظار الفرج عبادة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فننتظر الفرج طالما انا الاسباب المتاح باخد بالاسباب، يعني مش قاعد حاطط ايديا كده على خدي ومستني الفرج ينزل، لا مش ده المقصود، المقصود يا باخد بكل الاسباب المتاحه بالنسبه لي، المشكله لسه ما اتحلتش، يبقى انا باخد بالاسباب ومنتظر فرج الله وقت ما يجي. بس انا شغال، انا على طول بسعى افكر ازاي اخرج، وعلى طول في دائره التفكير ودائره اني اسعى الى ايجاد حل، وهي لسه ما اتحلتش رغم كل ده، انا في بسعى وانتظر فرج الله، فانا في عباده. دار دي دار امتحان، دار امتحان يعني دار محتاجة صبر ومحتاجة تسلح، صبر على ما نمر به من أقدار وتسلح بالدعاء، نستعن بالله سبحانه وتعالى إنه يمدنا بمدده العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مجابي الدعوة. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، يا من بيده، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.